مشاهدي بلقيس اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج حيث الانسان، من مأرب الى تعز والجوف وعدن ولحج وابين وحضرموت، مدن ومشاريع مررنا بها معكم وحلقنا في فضاءات حيث الانسان، وعشنا تفاصيل قصص انسانيه راينا فيها مسحه الالم وفرحه الامل، حيث الانسان الذي يتسع بمشاركيه ومشاركاته كل يوم سواء في المشاريع التي استهدفها او في جوائزه اليوميه، اصبح جسر يصلنا بكم كل مساء وفي كل ليلة. مشاهدينا في حلقتنا لهذه الليلة سنعود مرة أخرى إلى محافظة مأرب لنعيش تفاصيل قصة جديدة، لكن قبلها نستعرض معكم أسماء الفائزين معنا بالحلقة 12، والفائزين الثلاثة هم الفائز الأول طه محمد عبد الله محمد من محافظة تعز، والفائز الثاني رمزي محمد محمود سعيد من لحج، والفائز الثالث عبد الكريم توفيق خالد سعيد من محافظة لحج، ومبروك لكل واحد منهم 100,000 ريال يمني. إذا مشاهدينا الكرام، 3 جوائز يوميا بانتظاركم، وقيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني، وأذكركم أن المشاركة معنا في البرنامج هي مجانية فقط من خلال إرسال رسالة من خلال تطبيق الواتساب برقم الإجابة الصحيحة، رقم الإجابة الصحيحة فقط، إما 1 أو 2 أو 3، والوقت المتاح لكم يوميا للمشاركة معنا في البرنامج من نهاية الحلقة وحتى 5 من عصر اليوم التالي. مشاهدينا، كانت قصتنا في الأمس عن أطفال النزوح في مخيم الشعب في العاصمة المؤقتة عدن، وحلقة اليوم لا تبتعد كثيرا عن سابقتها، قصة اليوم عن مخيم الأهمول للنازحين في محافظة مأرب. نتفضل بالمشاهدة معنا. والله واللي نفسي بيده ان انا بلا صبوه وبلامه ما استركت اوصل علامه، وناس يا رحمته والله ان ماتوا هنا من الجوع والبرد الشهر الاول. هكذا تبدو من الأعلى كمداها، خيام منثورة على الرمال دون شيء آخر، فالرمال وحدها الكريمة في هذا البلد. على هامش الحياة في منفاهم الاضطراري يقع مخيم الأهمل على ضواحي مدينة مأرب. أكثر من 45 أسرة جمعتها ظروف الحرب القاسية. هؤلاء النازحون فروا من حزم العدين محافظة إب. منذ الأشهر الأولى للحرب تحولت قراهم إلى مسرح لمواجهات مسلحة. تعرض معظم سكانها البالغ عددهم قرابة 4,000 نسمة لانتهاكات كثيرة وشرد الكثير. هنا يسترخي الزمان بضجر، يروضون أنفسهم على الانتظار، انتظار ما لا يأتي. الماء والمواد الإيوائية والغذائية والدواء. وأرجو من نظرتكم لينا لسكن يعني وطرابيل وخيام تمام، إنما نستحمل الغبرة من حال. والله اليوم الأول إني خرجت بالعصر وإني فقدت الوعي، جلس كدور المكان
يمكن لا بعد صلاة العشاء. يلا وصالح وصلت. وجه آخر من أوجه الحرب السيئة. أربع سنوات حرب أكلت الشمس والرياح خيامهم، وأكلت قسوة الحياة أجسادهم. يعيش النازحون هنا خيبة أمل كبيرة، فلا شيء مما يدور من أحاديث عن حماية النازحين داخلياً ولا عن مساعدتهم في حالات العنف المسلح كالذي تشهده اليمن، ناهيك عن شح ما يصلهم من المساعدات. المشكلة اللي السابقة اللي احنا نعاني فيها ان الغوبة تخترق التراب الهولاء وينزل التراب الى داخل الغرف، وكذلك الامطار يخترق التراب الهولاء وينزل الى الغرف التي احنا نسكن فيها. كل شيء يتلاشى إلا الحرب، فإنها تنمو وتزدهر في هذه البلاد وتزرع الخوف واليتم على الوجوه. بالإمكان أن نصنع للأمل مكان، أن نوقف قتل الألوان، أن نجعل ما يحدث كان. يواجه الأطفال هنا صعوبة بالغة في مواصلة التعليم، لكنهم تآلفوا مع الرمال، يركضون ليغرسوا فضولتهم على هذه الرمال، فماذا ستنمو؟ يناير الماضي بين هذه الخيام، لقيت الطفلة سلمى الحكم حتفها نتيجة موجة برد قارس ضرب المكان. كان عمر سلمى 4 سنوات. سلمى أصبحت خبراً قبل أن تنسى. هنا فقط كل شهر هو أقصى الشهور، وكل فصل أسوأ من سابقه. يا ساس كن دارين حجر عدنا متحجر خلاص. الخيام هذه اللي أمامكم يعني 5 شهور 4 شهور وانتهى، ومحتاج لنا إلى خيام أخرى يعني بما يخرج بقيمة الوحدات السكنية الذي يوفريه، ممكن يعني نخسر احنا اكثر من مره لانهم تتقطع في خلال كل 5 شهور بهذا الحال. مشكلتهم الحراره والشمس قطع عنهم، ولا الرياح قطع عنهم. والله ما تخلينا نرقد لقد جاءت ابكر الصبح وقعد الدنيا ضو فتبدع كله. الذي لا يموت من البرد يموت تكبسه الرياح، هذا الجانب الأول اللي هو يحتاج إلى وحدات سكنية. ضرب أبو حرارة شمس هنا أعظم من البلود كلين هنا في مار. الذي الآن تشاهديه الآن هذه كلها تالفة، تمسكها من أثر الشمس وتطل الأرض. لم تقف بلقيس مكتوفة الأيدي،
وحاولت مد يد المساعدة، فمرت من هنا تاركة بعض الأثر. قطرة خير قد تحدث في العتمة، قد تجعل للليل ضمير، قد تبقي فينا توزيع طرابيل لحماية الخيام من الأمطار والشمس لعدد 38 أسرة، لكن هذا وحده لا يكفي. اليوم التوزيع الخيام 4x6 طرابيل، والطرابيل 2x10 بتعمل دور في تغطي عجز للخيام السابقة والتالفة. الطرابيل اللي وزعوهم لا تحل المشكلة كاملة، وإنما جزء من المشكلة، لأن الطرابيل هؤلاء تالفات ويحتاج إلى طرابيل المطبخ مع الغرفة السكن مع أعزكم الله دورة المياه، لكن هؤلاء فعلا دور مهم وطن الغرفة التي هي يسكن فيها الأطفال وهي الأهم. 45 أسرة هنا حيث لا دولة، إذ يقع مخيم الأهم خارج المربع الأمني لمدينة مأرب، يرددون أوردة الليل، يحصون متاعبهم، ويكتبون على الرمال قصة السلام. يحلمون بالعودة إلى قراهم ومنازلهم، كما تعود طيور النورس إلى أعشاشها إذا حل المغيب. خرجوا من ديارهم الموت جوعاً أو الموت من شدة البرد. من كان يتوقع أن يشهد اليمن لحظة يموت فيها اليمنيون جوعاً وبرداً؟ ألم تكن هذه ميتة العصور البائدة؟ عندما تصبح غايتك في الحياة هي الحصول على شربة ماء أو مأوى، تسقط معها فكرة الدولة والعالم. حين يصبح هم وأمنيات الناس مجرد خيمة، فنحن أمام كارثة إنسانية تؤكد أن العالم يفقد أخلاقه وقيمه وإنسانيته. طبعاً مخيم الأهمون ليس أسوأ المخيمات، لكن هو ما استطعنا الوصول إليه. ففي لحج وأبين وحجة لا يجد الناس ما يقيهم من الشمس والريح. لم نستطع توفير كل احتياجات المخيم، ولن تتمكن مؤسسة توكل كرمان وحدها من معالجة وضع النازحين في اليمن. فمعاناة المخيم تمتد إلى أكثر الاحتياجات الإنسانية. لكننا نفتح باب للسؤال، كيف يمكن مساعدة هؤلاء الناس؟ تمت حلول كثيرة يمكن لها أن تسهم في حياتهم. لم يعد الحال خافياً عن أحد عما تمر به اليمن. أين تذهب مليارات الدولارات؟ ألم تكن كفيلة بتجنيب اليمنيين شر هذه المأساة؟ أليس من الإنصاف أن يحظى مثل هؤلاء بجزء من هذه الأموال؟ فرغم ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني لحماية النازحين باعتبارهم أشخاصاً مدنيين توجب لهم الحماية القانونية والإنسانية، لكن يظل الحديث أعلى صوتاً من إيقاع العمل. المشكلة هنا ليست في مخيم الأهمول فقط، بل تتجاوزه لمخيمات هي أكثر سوء منه وأوسع شتاتا. ففي اليمن قرابة 3,500,000 نازح يحتاجون إلى الغذاء والدواء والأمان، ويحتاجون إلى دولة. فما الذي بيد العالم ليقدمه لهؤلاء؟ إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه قصتنا الليلة من محافظة مأرب، وبالتأكيد أنكم ركزتم في تفاصيل هذه القصة حتى تتمكنوا من الإجابة على سؤالنا اليومي بشكل صحيح. وإليكم سؤال حلقة الليلة. السؤال يقول: من أي محافظة قدم سكان مخيم الأهمول إلى محافظة مأرب؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول الحديدة، الاختيار الثاني إب، الاختيار الثالث الجوف. إذن مشاهدين الكرام، عليكم فقط اختيار وإرسال رقم الإجابة الصحيحة فقط من الإجابات الثلاثة الظاهرة على الشاشة. فقط أرسلوا رقم 1 أو 2 أو 3 على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج، والوقت المتاح لكم للمشاركة معنا يستمر حتى 5 من عصر اليوم التالي.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا الكرام، الآن وصلنا معكم إلى الفقرة الأخيرة في البرنامج، وهي فقرة اختيار الفائزين معنا الثلاثة، وكل فائز سيفوز طبعا بمئة ألف ريال، ونقوم باختيارهم بشكل عشوائي معكم يوميا في هذه الفقرة. مشاهدينا الكرام، كان سؤال حلقة الأمس والتي كانت بعنوان أطفال المخيمات، تحدثت عن أطفال النزوح، الجيل الذي يدفع ضريبة مضاعفة للحرب في حياته ومستقبله، وكان السؤال يقول كم عدد الأسر في مخيم الشعب؟ وكانت الاختيارات الثلاثة هي الاختيار الأول 100 أسرة، الاختيار الثاني 116 أسرة، والاختيار الثالث 106 أسر، وكانت الإجابة الصحيحة هي الاختيار الثالث. إذن كل من أجاب على رقم ثلاثة وأرسل رقم ثلاثة سيدخل معنا على السحب على الجوائز اليومية في هذه الحلقة، وقيمة كل جائزة 100 ألف ريال يمني. إذا الآن نقوم باختيار الفائزين الثلاثة بشكل عشوائي. بسم الله، نختار الفائز الأول وقيمة الجائزة 100 ألف ريال. ألف ألف مبروك لصاحب الرقم 00967719134338. مبروك إذن لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة، وهو الفائز الأول معنا عن سؤال حلقة الأمس. الآن نختار الفائز الثاني، وأيضا أجاب بشكل صحيح على سؤال حلقة الأمس وأرسل رقم الإجابة فقط رقم ثلاثة، والفائز هو مبروك إذن لصاحب الرقم 00967772166189. مبروك إذن لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة، وهو الفائز الثاني، وقيمة الجائزة 100 ألف ريال يمني. الآن نختار الفائز الثالث معنا عن سؤال حلقة الأمس. بسم الله، مبروك لصاحب الرقم 00967773131. إذن مبروك للفائزين الثلاثة معنا، والذين اخترناهم قبل قليل ممن أجابوا معنا بشكل صحيح على سؤال حلقة الأمس. ولكي تضمن المشاركة معنا والفوز، ما عليك سوى إرسال فقط رقم الإجابة واحد أو اثنين أو ثلاثة، وهناك تحسن كثير في موضوع إرسال الإجابة بشكل صحيح، ربما كنا نعاني من ذلك في بداية الحلقة، لكن الآن هناك تجاوب كثير، والكثير يرسل فقط رقم الإجابة واحد أو اثنين أو ثلاثة. وأود الإشارة فقط لنقطة يردنا الكثير من التساؤلات حولها، أن الكثير يرسل رسائل لكن لا يصله رد من البرنامج كما كان في الحلقات السابقة في بداية البرنامج، ربما كان في البداية لم يكن هناك ضغط كثير على الرسائل. الآن كل ما أرسلت رسالة إما رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة ليس شرطا يأتيك رد من البرنامج، أنت لديك فرصة ودخلت معنا في السحب على الجوائز المالية، فلا تقلقوا. الآن مشاهدينا الكرام، أعود وأذكر بالثلاث الأرقام الفائزة معنا في حلقة اليوم. إذن مشاهدينا الكرام، اخترنا معكم الفائزين الثلاثة عن سؤال حلقة الأمس، بإمكانكم الفوز ولديكم فرصة للفوز بواحدة من جوائز اليوم، وتكونوا معنا في حلقة الغد فائزين معنا إن شاء الله بالجوائز المالية. أذكر بسؤال حلقة اليوم، ولديكم فرصة للإجابة على هذا السؤال حتى الغد، والسؤال ظاهر معكم على الشاشة، والسؤال يقول من أي محافظة قدم سكان مخيم الأهمون إلى محافظة مأرب؟ والاختيارات الثلاثة هي الحديدة وإب الاختيار الثاني، والجوف الاختيار الثالث. إذن مشاهدينا الكرام، أتمنى لكم حظ سعيد لمن سيشارك معنا في المسابقة والفوز بإحدى الجوائز المالية. انتهت حلقة اليوم، لكننا مستمرين معكم يوميا في برنامج حيث الإنسان، يوميا قصة جديدة من محافظة يمنية وأيضا جوائز مالية نحاول أن تصل إلى كل قرى ومناطق اليمن. نلقاكم غدا وحلقة جديدة، صوم مقبول ودم مقبول في أمان الله. بالإمكان
يمحو بعض الأحزان، أن نمسح دمعة حرمان، أن ننقذ قدر هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.